خلينا نرجع كده، انا عايزه اخدكم الى مدينه دهب. ليه؟ لانه ضمن احد الافلام الوثائقيه اللي بيتم عرضها على احدى المنصات الشهيره كان في فيلم وثائقي مهم جدا. الفيلم حول اهم مناطق رياضه الغوص الحر في العالم، وطبعا احنا عارفين واحب اقول لكم انه معظم الفيلم تم تصويره في مدينه دهب لانها من اجمل اماكن الغوص في العالم. زي ما انتم شايفين الصوره كمان بتتكلم النقاء، الميه، الشعب المرجانيه. فالحقيقه اللي بيجي ليه بيجوا الغوص ليه مختلف هنا؟ لانه دي اولا البلو هول اللي معروفه او الكهف الازرق زي ما بيقولوا اللي موجوده في دهب، بيجي ليها اولا يعني معلومات كتيره جدا موجوده في العالم خاصه لمحبي الغوص، فبيبقوا عارفين ان هي من اجمل الاماكن اللي موجوده في العالم، وناس يمكن بتحجز مخصوص وتيجي مصر بالذات للي بيحبوا الغوص وييجوا طبعا سينا وبالتالي دهب علشان يكونوا في هذه المناطق الجميله. الفيلم تم عرضه على احدى المنصات العالميه والحقيقه لقى اعجاب كبير جدا والناس مهتميه بيه. تعالوا ناخد مزيد من التفاصيل معايا كده، مداخله مع استاذ عمر احمد مدرب غوص، وهو طبعا مدرب غوص حر وهو احد المشاركين كمان في الفيلم، يعني كان موجود في الفيلم. خلينا كده نعرف منه موضوع الفيلم ونعرف ايضا مزيد من التفاصيل. استاذ عمر مساء الخير. النور يا فندم. او كابتن عمر بقى، بما ان احنا في الرياضه والغوص خلينا نقول كابتن عمر، مظبوط؟ لا يا فندم مع حضرتك. طيب يعني قول لي اولا، حضرتك مشارك في الفيلم، الفيلم كان بيتناول دهب وبيتناول الغوص، كلمني عن الفيلم اولا. بص حاجة، هو الفيلم كانت هي القصه كلها كانت العلاقه ما بين ستيفن كينن، وده راجل ايرلندي كان مدربين في دهب، وكان بيسافر بقى بيعمل سيفتي اللي هو تيم الباص بتاع مسابقات دوليه في تمام. مسابقه اسمها في الفيرتيكال بلو دي في البهاماس عامل كل سنه. واتعرف على اليسيا، واليسيا دي بطله عالم، ودهب يا فندم من يعني على مستوى العالم اي بطل عالم او اي حد بيتمرن فري دايفنج وداخل بقى الموضوع جد، يعني زي ما اقول لحضرتك ايه، كورس جامعه، كورس انتنس مثلا. أيوة. في الجامعات اللي هي العالميه او الاسامي الكبيره اللي بتتعلم فيها الفري دايفنج بقى بكوندنس، يعني بيبقى زي كراش كورس، قاعد حياتك كلها فري دايفنج، ودهب من الاماكن اللي بتساعد في حاجه زي جامد يعني، دهب وشرم. فهو علشان يعني يبقى محترف فعلا ويبقى رائع لازم يجي المنطقه دي او تبقى حلمه يعني. بتبقى هي حاجه يا فندم اسمها دهب دلوقتي اسمها ذا فري دايفنج مكه. تمام. يعني مكه بتاعت الفري دايفنج. ايوه. القبله اللي بيروحوه كل الفري أيوة. دايفرز العالميين. قبله الغواصين، قبله الغواصين. قبله الغواصين الحر. ايوه. وكان في فيلم اتعمل في مصر حضرتك كان يتكلم عن الموضوع ده، كان عامر منيب عامله زمان اسمه الغواص او حاجه زي كده. تمام. هي ده بس كده كانت في الغردقه. الغواص فعلا. ايوه تقريبا حاجه زي كده يا فندم. اولا يعني وانت بتكلمني انا شايفه الصوره قد ايه بديعه والمناظر قد ايه بديعه، وطبعا يعني انه الفيلم بيعرض، لان احنا عندنا الحقيقه يمكن الشعب المرجانيه والاسماك اللي موجوده كلها فيها يعني ندره كمان، وفي حاجات مش موجوده بس غير في المنطقه دي. اكيد يعني حضرتك في منطقه مثلا زي راس محمد دي الليستد يعني محطوطة على أعلى أول 10 محميات على مستوى العالم طبعا، في كمحمية يعني واخدة رانك على مستوى العالم، لأن هي طبيعة وكمية الأسماك والشعب والدايفرسيتي بتاعت التنوع بتاع الأنواع كبير كبير. طب أنا عايز أعرف منك إيه هي المواسم؟ يعني دلوقتي لما بيجوا في شهر إيه؟ يعني الاقبال بيبقى اكتر امتى يعني؟ هو حاجة احنا هي من جمال دهب ومن المزايا اللي عندنا في دهب، ودي مش موجوده في حته كتير في العالم، ان عندنا طول السنه احنا بنعمل فري دايفنج. طول السنه يعني ما نقدرش نقول مثلا شتاء صيف ربيع، لا طول السنه ممكن طبعا. لا هو الربيع والخريف طبعا دول اكتر، الربيع والخريف هم اكتر لو هنتكلم يعني، لان بس اللي بيتمرن لبطولات والناس دي كلها دول طول السنه بيختصوا، لان هي يعني احنا مثلا لو هنقارن بين دهب وبين اوروبا،
لا اوروبا بقى عندهم الميه برد جدا ما يقدروش طبعا ينزلوا. ده المياه برد في الشواطئ العادية، فما بالك بقى انت بالظبط. هنا كمان بتنزل على عمق قد ايه عشان نشوف المناظر اللي احنا شايفينها دي الحلوة دي. ده بالظبط كده يا فندم. ده غير كده وكده ان المياه نفسها درجة الحرارة بتقل كل ما بتنزلي، في حاجة اسمها ثيرمو كلاين، فما كمان بيساعدهمش يعني ان هم المياه ينزلوا. ما بتبقاش باردة قوي يعني، ممكن تكون دافية تحت. ممكن تبقى لا على السيرفس على سطح المياه بتبقى المياه مثلا دافية، ينزل 10 متر تنزل درجة الحرارة مثلا 7 8 درجات. تمام. فدي كظروف مش مؤهله للناس تتمرن في الموضوع ده، ان هي تعرف تمارس الرياضه وتجيب بقى نتائج كويسه والكلام ده كله. فاحنا تمام. طبعا عندنا الحمد لله سبحان الله يعني الطبيعه عندنا مساعده الموضوع ده جامد، يعني ربنا عامل هنا يعني زي ما حضرتك قلت كده يا فندم البلو هول دي مكان زي كانك نازله في نفق، فلا في تيارات ميه درجه حرارتها كلها مثلا بتقلها بتنزل لها درجه درجتين في وانت نازله، فما بيبقاش في السبع ثمان درجات الفرق بين السطح وتحت، فبتخلي الغطسه نفسها مريحه لان هي غطسه واحده الموضوع. أكيد. دورك كابتن عمر في الفيلم كنت بتتكلم بقى عن الغطس، كنت بتتكلم عن المكان، يعني كنت بتقول إيه في الفيلم؟ بص حضرتك انا كنت من الناس اللي كنت مؤسس السنتر مع ستيف، تمام. وكنا انا وهو كنت انا ماسك الكورسات المبتدئين ساعتها، انا كنت لسه مبتدئ لان الكلام ده من 2016 يعني ابتديت اول ما ابتديت اشتغل معاهم، ولغايه 2017 2018 بقيت بقى مساعد يعني ماستر انستراكتور، وبعد كده دلوقتي بقيت مع مدرب مدربين، فانفصلت وبقيت دلوقتي بعمل الموضوع مع نفسي. تمام. عموما يعني الحقيقة الصورة بديعة، الصورة جميلة، ومصر تستحق دايما كل مكان فيها انه يكون عليه يعني بقعة من الضوء، وبالذات دهب والغوص. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عمر احمد مدرب غوص حر واحد المشاركين في الفيلم اللي اذيع على احدى المنصات الشهيرة العالمية. بشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى دايما تفضل الصورة كده حلوة، يفضل الاقبال موجود. مصر فيها حاجات كتير حلوة.